السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناتي ارت انترتينمنت في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله سنتكلم عن ما سيحدث في عروض WWE خصوصا يوم الاثنين والجمعة وما سيحصل في عرض الرويال رامبل الاسبوع القادم بصفة عامة. WWE هذه الايام تحاول بشتى انواع طرق جلب مشاهدين اكثر ليحصلوا على معلنين اكبر ويدفعون مال اكثر. هذه هي السياسة WWE في الوقت الحالي، ولقد رأيناها تسرح العديد والعديد من المصارعين والمصارعات الذين كانوا سواء من القدامى أو المصارعين الجدد. المهم WWE الآن تفكر بعودة باستعادتها لعدة مصارعين الذين تم تسريحهم بواسطتها، ولذلك هناك مجموعة من المصارعين الذين هناك احتمال بأنهم سيعودوا بعرض الرويال رامبل لهذه السنة، أقصد سنة 2022. ومن المحتمل عودة بالنسبة لقسم النساء عودة ميشيل ماكول وعودة ميكي جيمس التي تبين أنها ستعود في أحد تسريحات من ديف مالجزر الناقد الكبير للمصارعة. وبالنسبة لصفوف الرجال هناك عدة عودات أو بدايات جديدة لعدة مصارعين، وعلى أبرزهم بالنسبة للعودات ربما سنشاهد عودة جون ماكسلي الذي يسمى بدين أمبروس سابقا، الذي كان عضو في إصابة ذا شيلد مع رومان رينز وسات رولاند التي دارت في أواخر سنة 2012 في عرض سيرفايفر سيريز. ومن 2019 ولم نرى دين أمبروس في WWE ورأيناه وانتقل مباشرة إلى عرض الـ AEW رفقة كودي روز وعدة مصارعين آخرين. وبالنسبة للمصارع الثاني الذي ربما سيظهر في عرض الرويال رامبل هذه السنة، وهو المصارع المخضرم كريس جيريكو. كريس جيريكو يعتبر من أفضل المصارعين في العالم، إن إذا لم يكن هو أفضلهم طبعا. ولقد مارس المصارع عدة عقود ولديه جمهور من مختلف دول العالم، لأنه صارع تقريبا في جميع الاتحادات داخل الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة، أقصد اليابان والمكسيك وكندا وعدة اتحادات مستقلة عن الدولة. وهو ايضا من المحتمل ان يظهر في عرض الرويال رامبل لهذه السنة، وهناك شائعات كبيرة بانه سيبقى من الاربعة الاواخر في الحلبة، وهذا فعلا خبر كبير وعظيم جدا. وبالنسبة للمصارع الذي سيفوز بعرض الرويال رامبل لهذه السنة، الكل يتوقع عدة أشياء، ولكن لا أحد طبعا في الأخير يقول كلاما منطقيا، ربما لأن هذا راجع لعدم معرفتهم بآخر الأخبار التي تتعلق بالمصارعة. المهم من كل هذا الكلام، هناك احتمال بأن بيك إي هو من سيفوز بعرض الرويال رامبل هذه السنة، لأنه كان بطل WWE في السابق، ربما لمدة أسبوعين قبل الآن كان هو بطل WWE بعدما فاز عليه بروك ليزنر في المباراة الخماسية التي جمعتهم في عرض تايوان. لهذا ربما WWE تفكر بأنها تريد أن تعطي لبيك إي فرصة أخرى لينافس على لقب WWE أو Universal Championship، لأنه لم يأخذ فرصة للمنافسة على هذا اللقب. وبالنسبة للمصارع الثاني الذي يتوقع فوزه بعرض الرويال رامبل لهذه السنة، وهو طبعا والكل يعرفه انه بطل WWE السابق والفائز بعرض الرويال رامبل لسنة 2020، انه البطل درو ماكنتاير، البطل الذي يحمل السيف. بالنسبة لدرو ماكنتاير فأعلن مؤخرا أنه أصيب إصابة في جسمه وغيرها من الأحاديث التي بدأت تنشرها WWE مؤخرا، وربما يعود سبب هذه الإصابة إلى أن WWE تحاول أن تجعل من درو ماكنتاير يختفي لبعض الوقت لكي يعود في عرض الرويال رامبل بشكل مفاجئ في الرقم 30 ويفوز بها كما حصل في سنة 2018 على شخص في الرويال رامبل، عندما رأينا أن دولف زيجلر صرح أنه سيذهب من WWE وأنا سأشجع المصارعة بصفة عامة. لكن في الرقم 30 رأينا أن WWE أدخل دولف زيجلر في المباراة وكانت مفاجأة، وفعلا الكل تحمس معه، لكن للأسف لم يفوز بعرض الرويال رامبل.
وبالنسبه لدرو ماكنتاير الامر مختلف مع على دور زيجلر، لان درو ماكنتاير في اصل بطل العالم هو الذي الان شهره كبيره على دور زيجلر، فهذا يحوله اذا دخل الى رقم 30 سيكون زعيم الرابعه في هذه السنوات ونفس رومان رينز على لقب يونيفرسال الشامبيون شيب في عرض الرسميه في هذا الصحيح. وبالإضافة إلى هذا فإن درو ماكنتاير يستحق بضعة أخرى ليعود إلى أمجاده بضعة أخرى، لأن درو ماكنتاير لا زال قوي للغاية، وفي العادة لا نسمع عن درو ماكنتاير شعر ذلك الإصابة، لأن درو ماكنتاير لا قوي وفي مصارع مشاركة ولا يشعر في الإصابة خطيرة لهذه الدرجة، وقام دبليو دبليو خلق شعب استمراري ليتحمس الجمهور. وبالنسبة للمصارع الثالث والأخير الذي معنا اليوم هو إيجي ستايلز. إيجي ستايلز هو مصارع قوي للغاية ولا أعرف يتحضر في المصارع الذي يصابه، لكن للأسف إيجي ستايلز لم يحصل على فرصة جديدة ما كان ينوي، وبالأخير حصل على تسريح من دبليو دبليو إي وTNAMF وبنى مسيرته هناك على انتقال الى NJPW في اليابان، وبعدها عاد الى WWE سنة 2016 تحديدا في عرض الرويال رامبل بالرقم الثالث، ورأيناه ينافس رومان رينز وعدة مصارعين حتى خرج من المباراة من طرف كيفن اوين بالاقصاء. ولماذا إيجي ستايلز هذه السنة بما أنه انفصل عن أوماس؟ ربما المشاهد إيجي ستايلز يحقق المستحيل ويفوز بعرض الرويال رامبل هذه السنة سنة 2022، فإنه فعلا هو مصارع أسطوري ومختلف للغاية ولا يعرض الآخرين أو المصارع الآخرين للإصابة كما يحصل على باقي المصارعين. بالإضافة إلى أن إيجي ستايلز يستحق هذا الفوز لكي ينال ما يستحقه، فهو على سنواته الأخيرة قبل الاعتزال، وأفضل وقت مناسب لإعطاء إيجي ستايلز شيء كبير وإعطاء رويال رامبل هذه السنة. وكان هذه توقعاتنا، وأتمنى منكم أن يعجبكم الفيديو ودعم أراكم في فيديو جديد يا جميع أصدقائي، أحبكم بالله.